our message to the international community is to support تراب وسكروها وكل المياه العادمة بتنزل فيها قاعدة بتتخلل. احنا اليوم في لحظة تاريخية حقيقة إذا ما جاز التعبير، خاصة اليوم في حضرتنا موجود أكثر من 10 أعضاء من أعضاء البرلمان الأوروبي. هذول الأعضاء اللي انتظرنا زيارتهم طويلا، خاصة بعد زيارة الشهر 11 العام الماضي للمفوضية ولأعضاء من الاتحاد، ووجهنا لهم دعوة للزيارة لعنا لهنا. واليوم احنا سعيدين جدا بأنه هذه الدعوة اتلبت، وهذول الأعضاء اليوم موجودين عندنا هنا في الضفة الغربية لمدة يومين ونص، نص يوم رايحين يكونوا موجودين عندنا هنا في محافظة تولكرم. زي ما انتم شايفين هم في بداية زيارتهم بدأوا الزيارة للمصانع الكيماوية، ورايحين ننطلق لبلدة فرعون نشوف كيف سياسة الاحتلال في هدم البيوت، ورايحين ننطلق لقرية عزبة تشوف نشوف كيف سياسة الاحتلال في قطع الطرق وإعطائها للمستوطنين وبناء المستوطنات، ومن ثم رايحين نتوجه لنزلة عيسى نشوف الآثار المدمرة لجدار الفصل العنصري اللي بنته إسرائيل حول مدننا في من شمال الضفة الغربية إلى أقصى جنوبها. Well, this is a delegation from the European Parliament. هذا وفد البرلمان الأوروبي وله طبعا علاقات مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذه الزيارة هي بالأساس زيارة للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولكن أيضا من أجل زيارة الأراضي الفلسطينية ولمشاهدة بأم العين معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي. وقد قاموا بزيارة عدة أماكن وما زالوا من بينها القدس. إنه لوضع استثنائي أن تكون هذه الأراضي محشورة بين المصانع الكيماوية وبين جدار الفصل، إن هذا يدل ويظهر معاناة الشعب الفلسطيني، وهو أمر غير مقبول أن يطرد وأن يضغط على الفلسطينيين من أجل أن يتركوا أراضيهم، هو أمر غير مقبول.